طيب قطاع الناشئين عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت القادم، مباراة الأهلي والزمالك، هي مباراة ذات طابع خاص وبالتأكيد الكابتن عادل عبد الرحمن بيولي بيها أهمية كبيرة جدا. لكن فوجئنا النهاردة صباحا إن كان في طلب من نادي الزمالك لاتحاد كرة القدم بتأجيل هذه المباراة نظرا لأن فريق نادي الزمالك عنده مباراة مع الاتحاد السكندري في نفس اليوم. طيب تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع وإزاي النادي الأهلي هيتعامل مع هذا الموضوع خلال الفترة القادمة بعد هذا القرار بتأجيل مباراة القمة في فريق الشباب مواليد 97، بينضم لي على التليفون الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 97. كابتن عادل مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، ازيك يا محمد، اخبارك؟ اهلا بيك ويا رب تكون بخير. الله يكرمك، الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين وانت بصحه وسلامه دايما يا رب. الله يخليك. اولا رايك في التاجيل، يعني مباراه الاهلي والزمالك كانت مباراه الكل بالتاكيد بينتظرها، مباراه على مستوى فريق الشباب كانت في السابق بتتلعب قبل مباريات الدوري العام، حتى في المباريات لما بيبقى الجمهور حاضر عشان بيبقى كرنفال للاعيبه الشباب او اللاعيبه الصغيرين ان يكون الفرصه الكل يتفرج عليها، لكن مباراه هتتلعب في ميت عوبه اتاجلت بطلب من نادي الزمالك. ايه الاسباب يا كابتن عادل، او شايف التاجيل ده ازاي؟ شوف، هو احنا فوجئنا النهارده، احنا طبعا بنحضر الفرقه ومحضرين نفسنا على ان احنا نلعب المباراه يوم السبت كالعاده، يعني مباراه زي اي مباريات الدوري، ولكن مباراه الزمالك واهلي بتبقى قمه. ولكن فوجئنا ان في اتحاد الكره بعت لنا لجنه المسابقات للشباب بعت لنا قرار تاجيل للمباراه للاجل غير مسمى علشان نادي الزمالك عنده مباراه في نفس اليوم مع فرقه الاتحاد. وفوجئت ان هو سبب القرار ان كان في لعيب عندهم سته مصعبين علشان كده مش يقدروا يعملوا المباراه. احنا خدنا طبعا كنادي، احنا نادي صباح في كل حاجه، واحنا نادي المفترض ان احنا كبار في كل حاجه، فاخدنا الموضوع ان هم اللي بيديروا العمليه بتاعت المباراه الدوري، وبالتالي احنا اتصرفنا على هذا الاساس انه خلاص المباراه اتكلت. ولكن السبب، يعني انا افتكر ان السبب مش كافي ان احنا نأدي المباراه زي مباراه القمه، لان احنا المفترض ان احنا كمان عندنا يمكن نادي الزمالك عنده سته لعيبه متصاعدين على حسب ما كان في نادي الزمالك، ولكن احنا عندنا 8 لعيبه متصاعدين اصلا ما بيجروش معانا غير 8 لعيبه كمان اعراب، فعندنا 16 لاعب بنلعب الدوري عادي، ولان احنا هدفنا لينا هدف اسمى ان احنا بنصعد لعيبه للفريق الاول وان احنا بنحضر لعيبه الفريق الاول، علشان كده احنا بقول يعني كان السبب مش كافي على ان تاجيل المباراه، ولكن الظروف جت توافقنا على ان التاجيل، لان هم الاتحاد المسابقه هو اللي بيحدد المباراه. احنا بنتعامل بقيمه النادي الاهلي ان احنا في اي وقت جاهزين وفي اي وقت ممكن نلعب اي مباراه، حتى لو عندنا ظروف، رغم ان احنا عندنا ظروف اصعب، هم لو عندهم سته لعيبه احنا 16 لاعب مش موجودين مع الفريق الاول، لكن الهدف بتاعنا ان احنا بنعمل لاعبين للفريق الاول وليس بنعمل للبطوله بس. يعني هل كابتن عادل شايف من وجهه نظرك انك في هذه المباريات انت ممكن تستعين بثلاث لاعبين من الفريق الاول، هل ممكن عشان عندهم مباراه مع نادي الاتحاد فشايف ان هيبقى في صعوبه ان يختار لعيبه من الفريق الاول تكون موجوده تدعمه في مباراه القمه، خاصه ان احنا شايفين في فارق في المستوى وفارق في النقاط، الاهلي متصدر باكثر من 22 نقطه فارق عن نادي الزمالك في ترتيب جدول مواليد 97. ما هو الاهداف عندنا غير اهداف نادي الزمالك، يمكن اهدافنا انا يمكن ما بينزليش كتير اللعيبه بتاعت الفريق الاول، بالعكس انا بينزل لي لعيبه الفريق الاول لتجهيزهم فقط، ما تخصش على النتيجه، وهم كانوا بصوا على النتيجه وعلى ان المباراه بتاعت النادي الاهلي ان احنا فعلا في فرق في بعض، ولكن افتكر ان الهدف مش صح بالنسبه، وافتكر ان هم تاجيلهم للمباراه خوفا من ادائنا او خوفا من جاهزيتنا احنا، او بالمعنى الاصح ان احنا عندنا لاعبين في الفتره دي افضل. لكن اللي انا عايز اقوله ان معظم اللعيبه اللي بيلعبوا معايا مش 97 اصلا، ولا احيانا كتير قوي، يعني انا لاعب 16 مباراه، اللي نزلوا معايا حوالي 3 مباريات او مباراتين بس نزلوا لعيبه، و14 مباراه خدناها زي عايز اقول لك منتخب بالنسبه لنا، المنتخب اللي هو من قطاع الناشئين كله، بيلعب معايا لعيبه 2001 وبيلعب معايا لعيبه 2000 وبيلعب معايا لعيبه 99 وبيلعب معايا لعيبه 98، يعني مش المهم عدد اللاعبين،
قد ما هو اللعيبه الكبار قد ما انا بشتغل افيد اللعيبه الاصغر عشان احنا بنعمل فريق امل للنادي. ولكن الامر انا شايف انه التأهيل حتى كمان كان المباراه لازم تتلعب خارج الناديين لانها طول الوقت بتتلعب خارج الناديين، لان لو نزلوا لعيبه كبار او نزلنا احنا لعيبه كبار ممكن افتكر انه ما يصحش ان احنا الاثنين نلعب في نادينا، لان الناديين واكيد في مباراه قويه، فكان الافضل يتلعبوا المباراتين في ارض المقايضه. حتى دي احنا وافقنا فيها لما لقينا الاتحاد هو قال انه هنلعب في نادي الزمالك وبعدين نلعب الماتش الاخير عندنا في النادي الاهلي، احنا ما بنعترضش على حاجه لان احنا عندنا اهدافنا خاصه بينا احنا ان احنا نصنع فرق قويه، فرقه كبيره للنادي الاهلي، ده اللي كان في دماغنا وده اللي احنا شغالين عليه. اخيرا كابتن عادل، ملف الاعارات، يعني في عدد كبير جدا من اللاعبين، يعني في طلب كبير جدا على عدد من لاعبي النادي الاهلي تحديدا العنصر الشباب اللي موجودين معاك في مواليد 97 واللي بيتدربوا حتى مع الفريق الاول. هناك عدد من اللاعبين، يعني هل فعلا في بعضهم هيتم اعارتهم خلال الفتره القادمه، ولا الملف ده شايفه ازاي كابتن عادل؟ شوف، هو الملف ده خاص، احنا فرقتنا خاصه بالفريق الاول، احنا جزء لا يتجزا من الفريق الاول للنادي الاهلي، والاستراتيجيه بتاعتنا بتشتغل. يمكن انا عندي قبل اول السنه كان عندي 8 لاعبين اعاره، فطلعوا الثمان لعيبه علشان نستفاد منهم بعدين لما نشوفهم كويس واحتكوا بسرعه اكبر في انديتهم وبيشتغلوا في انديه بيلعبوا في الدوري الممتاز. فاي لاعب استراتيجيه الفريق الاول بتنص ان هو يطلع اعاره، يمكن اخر لسه مش عارف اتصرف فيهم ولا لا، في لعيبه من مواليد 98 عندي و 97 طالعين اعاره وبس الايام الجايه في تصويت الفريق الاول. وزي ما انا اتكلمت معاك، احنا فرقه الشباب فرقه بتمثل الفريق الاول في كل حاجه، ويمكن التنسيق كان الكابتن محمود الخطيب دايما بينسق معانا، وفي الفتره الحاليه الكابتن معاك الكابتن سيد عبد الحفيظ بينسق معانا. ف هنشوف الايام الجايه هنطلع لعيبه اعارات ولا في لعيبه فعلا تم اعارتهم غير الثمانيه اللي اعرناهم قبل كده، ودي اهدافنا اللي احنا بنشتغل عليها. كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب مواليد 97 بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب خلال الفتره القادمه.